يعني بيستضيف كابتن طلعت يوسف في استاد اسماعيليه. نروح نشوف اللقاء ونسال كابتن طلعت يوسف برضو عن الريسك وعن المخاطره اللي كان لازم يقوم بيها يعني حسب وجهه نظرنا في الشوط الثاني بعد ما كان خسران من النادي الاسماعيلي 1-0. نروح لشادي المأمور ومعاك كابتن طلعت يوسف المدير الفني لطلائع الجيش. كابتن طلعت يوسف، طبعا كابتن نقول لك هارد لك النهارده، يمكن قضيت مباراه اكثر من رائعه، ولكن هارد لك النهارده، وطبعا مباراه كاس، واعتقد انه الخطا خطأ فردي. يعني الحمد لله. انا عايز بس قبل ما اتكلم عن الماتش اقول ان احنا لعبنا الماتش ده في ظروف خاصه شويه، يعني احنا متحددين مبارياتنا يوم 16 كاس، 20 دوري، 24 دوري، فاحنا بنلعب 3 ماتشات في 8 ايام عكس كل الانديه بتلعب 15 20 26، بتلعب 3 ماتشات في 12 يوم. ده في حد ذاته شكل ضغوط علينا كبيره جدا فيما يخص حته الريكفرنج او الاستشفاء اللي اللعيب لازم يساعدها عشان ياخد المباراه الثانيه. واضطرينا وطلبنا اننا نعدل من هذه المواعيد 48 ساعه قبل او بعد، وللاسف رفض هذا الكلام. يعني اضطريت اتعامل مع الموقف، اضطريت ان انا اقعد مجموعه من اللاعبين، يعني انا اقعد اينو، اقعد عرفه، قعد في اسامه رجع في القاهره، قعد عبد العزيز توفيق، محمود في مجموعه، يعني النهارده في 6 عناصر بتدخل يعني مش مشاركه بشكل اساسي، منهم ولدين 95، محمود حمدي الستوبر والباك ليفت احمد خالد، عندنا باك رايت لسه راجع من اصابه صليبي النهارده اول مشاركه له من 4 شهور وشويه، دخل في 5 شهور، فيعني لعبنا بتشكيله الى حد كبير بعيدة عن المشاركة الأساسية في الفترة اللي فاتت، ومع ذلك أنا راضي جدا جدا عن أدائهم. يمكن التلت الأخير افتقدنا فيه للحسم، افتقدنا فيه للإيجابية، لكن ما أعتقدش أن الإسماعيلي كمان كان متواجد في التلت الدفاعي عندنا بشكل مؤثر. النتيجة أكيد خطأ من حارس المرمى، يعني كلفنا الخروج من دور الـ32. ولكن يا كابتن بتلعبوا طبعا في كأس مصر، وبرضه ما شفناش إيجابية من لاعبي طلائع الجيش في خصوصا في الشوط الثاني لتعويض الهدف. ما أنا قلت لك إنه الـ90 دقيقة ما كانش فيه إيجابية من الفرقتين. الفرصة الوحيدة اللي يمكن جت ما بين الثلاث خشبات كانت ضربة الجزاء. وفي كرة عصام الحضري يطلعها من شوطة من خارج منطقة الجزاء. المباراة كانت مقفولة، لكن أتصور أنه لو حسبنا الاستحواذ ممكن يكون في صالحنا بشكل أكبر. خلينا بره الماتش بس اسمح لي. كريم هو شايفني دلوقتي، أنا ليه اعتاب عليه باعتباره، أنا قلت لك أنه ممكن يكون زي ابني، يعني إذا كان كابتن حسن أبوه فأنا ممكن أكون أبوه أنا كمان. أنا سمعت أنه هو قال، أنا معرفش كان ده حصل ولا لأ، إن هو قال في برنامجه إن الكابتن طلعت يوسف لما مشي من نادي الاتحاد قال أنا عيان، وطلع من نادي الاتحاد راح نادي الجيش. فإذا كان قال الجملة دي فأنا مش متعود منه على إنه، إذا كان قال لا ما حصلش، أنا مش متعود منه هو بالذات وشوية كمان يعني مش كتير إنه يقول خبر من غير ما يتيقن منه. الأفضل إنه كان يرجع للمصدر، يرجع لي وانا تليفوني معاه، يقدر يكلمني ويعرف ايه يعني الظروف اللي انا ممكن اكون مشيت فيها، وايه الظروف اللي خلتني اتعاقد مع نادي طلائع الجيش. اتمنى ان انا اسمع منه رد، سواء منك دلوقتي على الهواء او من اتصال منه ليا بعد البرنامج. واذا كان ده حصل فهو حصل ليه. كابتن خليك معانا، كريم هيرد عليك دلوقتي. لا اقول له ما حصلش الكلام ده، ما حصلش، ما قلتش الكلام ده خالص، مش عارف مين اللي وصل لكابتن طلعت كده، ما حصلش مني كده خالص، ما حصلش الكلام ده يا كابتن طلعت. بس خلاص هو ما قالش الكلام ده بس، وبيقول لحضرتك مين اللي وصل لحضرتك ان هو قال الكلام ده؟ لا لا ده واحد صديق يعني معرفه، مش واحد من الاعلاميين. يعني انا لما اتقال لي صدمت، مش من الواقعه، الواقعه دي متوقعه في انها تحصل في برامج كتيره ومن ناس كتير، لكن من كريم انا ما اتوقعهاش نظرا لمهنيته مش لعلاقته بيا. هو لما يشوف طلعت في موقف مش ظريف هيقول طلعت في موقف مش ظريف، لكن المهنيه بتقول انه بيتحقق من كل خبر هو بيقوله، يعني هو من الناس اللي اعتقد مصداقيتهم 100%، فلما اسمع الكلام ده لازم اقوله له. هو
يمكن كمان هم يمكن دخلوا حضرتك على تليفون وقتها وحضرتك رديت على الموضوع ده. انا ما اتكلمتش في موضوع نادي الاتحاد ده اطلاقا. النهارده اول مرة اتكلم فيما يخص نادي الاتحاد. يعني ابقى اطلع معاه شادي أطلع معه شادي اذا كان حابب ان هو يعرف يعني. ان شاء الله لا شادي قول له احنا كنا كابتن طلعت يوسف كان معانا انا فاكر بعد مباراة كريم عايز يقول لحضرتك الحاجة. قول يا كريم انا طلع الجيش لما هو كسب بتروجيت في السويس واتكلمنا معاه في كل حاجة تخص نادي الاتحاد السكندري وما قلتش انا قصة عيان دي خالص ما جبتهاش في برنامجي خالص. وبعدين انا علاقتي بكابتن طلعت اسمح لي ان انا اكلمه في التليفون واقول له بتروجيت حضرتك اتكلمت معاه مظبوط وهو علاقته بحضرتك تسمح له ان هو يتكلم حضرتك في التليفون ويبلغ حضرتك حاجه طبعا طبعا عشان كده انا استغربت. فاقصر طريق هو انك تواجه وتاخد الرد من مصدر انت بتثق فيه وهو كريم لما يقول لي ما حصلش اقفل والموضوع ينتهي. انما مش حابب ان انا اسيبه معلق عشان ما بقاش جوايا حاجه تجاهه انا مش حابب انها تبقى موجوده. كابتن شرف لينا اللي حضرتك تكون عندنا على الهواء مباشره من بكره ان شاء الله تكون متواجد عندنا باذن الله يا كابتن. انا بكره مسافر فنتكلم وابقى موجود معاه في اقرب وقت ممكن. انا بحب ان انا ابقى موجود مع كريم يعني في القناه عندكم. انا اللي بشكرك كل سنه وانتم طيبين. شكرا لك يا كريم وعوده ليك مره اخرى. بشكرك يا شادي. في ناس يعني انا عمري ما قلت كابتن طلعت يوسف خالص ان هو ساب الاتحاد عشان عيان. لا هي يعني ايه فكره برضو انا عايز اعرف ايه فكره عيان يعني ايه. لا اصل كابتن طلعت لما مشي من نادي الاتحاد طلع معانا اكتر مره حتى بعد موضوع طلع الجيش. فالموضوع ده قديم جدا ويعني يعني ايه اللي جاب القصه دي وانا مش فاكر انا قلت ايه يعني ايه عيان. ما هي دي اللي كنا عايزين نعرفها يعني انا إيه استغربت حتى دلوقتي من كلام كابتن طلعت اللي انا يعني عمري ما قلت كده على كابتن طلعت ومش فاكر ممكن اكون يعني برضه عمال استرجع الذكريات. قلت ايه على كابتن طلعت قلت ايه يعني لو ده هو طلع معانا قريب اكتر مره كابتن طلعت وما جابش السيره بعد ما مشي حتى من نادي الاتحاد السكندري. لا وايه علاقه العيا او البرد بانه يروح نادي تاني يعني نفترض ان هو ساب نادي الاتحاد وعيان ما ينفعش يروح يتعاقد مع نادي الجيش. ما هي بالزبط. الكلمه حتى اللي وصلها له وصلها له غلط طبعا بطريقه غريبه يعني بالظبط. لكن ناس بتحب تسخن طبعا الدين. طبعا هو الاعلام صعوبته جدا جدا للاسف يعني الهوى الناس برضو مش فاهمه الهوى صعب جدا جدا ليه لان انت على الهوى كل لا اصل انا علاقتي بكابتن طلعت يعني علاقه قويه جدا وبكلمه على طول في التليفون وبيجي لنا ضيفه فلو في حاجه مثلا عايز اساله فيها هقولها له هو من غير ما اقولها على الهوى الاول بس ما مش فاكر انا قلت حاجه كده يعني قبل كده وانا ما بحبش بالذات كابتن طلعت يوسف يكون شايل مني حاجه او زعلان من حاجه فعشان كده انا استغربت ويعني انا ما قلتش كده بصراحه. على فكره هو كمان كريم لو مش بيحبك ومش ما كانش قال كان قال ما كانش اتكلم ده خالص لكن بالزبط. هو طبعا راجل محترم جدا وبيحبك جدا وعارف كون هو اتكلم كده عشان اولا بثق فيك جدا وبحبك جدا وعارف البرنامج بتاعك ماشي ازاي. سنان مش ما بيحبش يشيل حاجه جواه يعني بالزبط. ممكن حد تاني يقول لك ممكن اي حد يتكلم عليك بس لا اللي وصله غلط انا ما لكن هو اعتقد دلوقتي اعتقد الموضوع اساسا يعني كابتن طلعت جبته على الهوا نفسه. انا ما كنت كذا مره بعد ما مشي من نادي الاتحاد وبعدين ده مشي الاتحاد بقاله فتره كبيره ما فتحناش يعني موضوع الاتحاد ده خالص اللي جاب القصه دي لكن هو طبعا يعني اكيد اللي جابه وصلت له احسن حاجه دلوقتي منك اساسا انت كمان يعني خد بالك هو قال حاجه رائعه يعني هو قال لك برنامج كريم مهنيا هو بيتحرى الدقه والمصداقيه في الخبر بنسبه 100% مش عشان علاقته بيا يعني انا عايز افصل علاقتك بالكابتن طلعت هي فكره ان اي خبر بيجي لبرنامج رياضي المفروض او الطبيعي والطبيعي بنسبه 100% ما يتقالش على الهواء غير لما يكون متاكد برافو عليه الاول اتاكد الا فيما يخص بقى ايه عشان بس نفسر حتى اللفظ يعني حتى مش منطقي أيوة. ان انا اقول اصل كابتن طلعت ساب الاتحاد عشان عيان وراح طلع الجيش منه اقول كده ازاي الا يا كابتن كريم بس عشان اصل ده مش خبر يعني ايه عيان نفسر للساده المشاهدين الا في موضوع المفاوضات والتعاقدات لا دي ممكن المفاوضات اقدر اقول لك ده بيكلم فلان ده راح قابل فلان وهو ليه لان التعاقدات دي بتستمر على مراحل بالزبط. وارد ان يكون في لعيب قابل عضو مجلس اداره صدفه لكن انت المعلومه جات لك ان هم اتقابلوا ممكن يقعد يتفاوض في لعيبه قعدت وتفاوضت ومضت وما مشيتش القصه زي احمد الشيخ احمد الشيخ لاعب المقص قعد مع المسؤولين قعد مع مسؤولي نادي الزمالك وادي دي غلطه اهي ومضى لنادي الزمالك يعني انا معلومات بتوع المقص عرفوا وبتوع المقص خصموا منه 10000 جنيه وقعدوه في ماتش وايقاف مباراه بس هنا السؤال برضه نادي الزمالك مضى اللعيب وهو فاضل له لسه سنتين ونص وده غلط لو كان مضاه يعني برضه عشان ايه نقول المعلومه
صادق لو كان مضاه نفس الوضع الاهلي بيعمله والاسماعيلي بيعمله وكل انديه مصر بتعمل كده. واحنا قلنا الكلام ده هنا مساله انك تمضي لعيب ماضي مع نادي تاني مصر كلها بتعمل كده. فهي الفكره الخطا الاكبر على اللعيب ازاي. انا عندي عقد لمده سنتين والتلاته ده مش مده شهرين ده مده سنتين وانا بروح امضي مع نادي تاني وامضي ليه؟ هو انت ايه الذكاء في كده؟ لو بيدوك فلوس ماشي يبقى انا ايه اتقبل مثلا تيجي تقعد مثلا مع النادي الاهلي تقول له ايه انا فاضل لي عقدي فاضل له سنتين مثلا مع مصر المقاصه عايزين تمضوا طب ادوني مثلا مليون جنيه في ايدي يبقى ماشي يبقى هو بقى ماشي. لكن هو ده ما بيحصلش انت بتمضي وما بتاخدش حاجه فبتبقى ضريت نفسك. فاتمنى ان اللائحه تتعدل مفيش لعيب بيتوقف عن اللعب في العالم كله. اتمنى اللائحه تتعدل للغرامه الماليه اكتر حاجه تحرق اللعيب او تضايقه الفلوس. طيب عايز اخلص بس قصه ماتش الاسماعيلي وطلاع الجيش عشان بعد كده هخرج فاصل وهرجع يعني نتكلم في بطوله اسيا ونتكلم في كاس العالم لكره اليد ان النهارده مصر عملت مباراه كبيره جدا امام الجزائر. هقول لكم النتيجه بعد الفاصل. مين افضل لاعب في المباراه النهارده تقدروا تختاروا ولا مفيش حد لفت انتباهنا النهارده؟ لا انا عاجبني من الجيش محمود حمدي عجبني مساك وعاجبني المساك بتاع الاسماعيلي كمان البعلي ولا احمد العيش محمد البحري البعلي لاعب منتخب اولمبي جدا وصغير وشكله مبشر جدا. ومحمود حمدي يعني كان معاه منتخب الشباب وعارف ان هو لعيب كويس وما شاء الله بقى خلاص بقى اساسي في الجيش كمان. كابتن وليد ماشي بتفق مع الكابتن علاء في اضم بس عمرو السوليه. عمرو السوليه تقيل لعيب جامد يعني في كذا موقف النهارده لا تقيل يعني هيروح الاهلي يا كابتن علاء؟ انا شخصيا اتمنى بس انا هقول لك على حاجه الله يكون في عون الاسماعيلي ده يعني كل لعيبه الاسماعيلي بتروح الاهلي الفرقه كلها مشيت. لا يعني محمود عبد العزيز دلوقتي عايز يمشي جون انطوي عنده عروض عمرو السوليه انا عارف وانت عارف ان برضه في انديه زي نادي الاهلي عايزين عمرو السوليه. بص هو لازم الموسم الجاي انا بتكلم عن الموسم الجاي لازم نقول ان نادي الاسماعيلي يعني هو نقول ايه بيفرغ او بيفرغ اللاعبين هو الله يكون في عونه هو ده قدره. لكن هي فكره اصابه محمود متولي واصابه حسني عبد ربه في نص الملعب تحديدا مؤثره جدا. ده غياب جون انطوي كمان اربع ماتشات وغياب جون انطوي اللي هداف الدوري. الاسماعيلي بيتعاقد مع مهاجم نيجيري برضه ده لازم ده لا واحنا خد بالك حتى في لو حتى لو جون انطوي ما اتباعش يعني برضه الاسماعيلي بيحاول يدعم كريم لازم يتباع. احنا قلنا كده في فرصه اعلى سعر للاعب ابيعه واجيب مكانه. احنا عندنا كارثه في الوقت بس دي عايزه مننا وقت هو كمان بس احنا عندنا كارثه في الوقت. نيته كمان يا وليد ان خلاص هو عايز يمشي وضحت النهارده من رد فعله يا كريم في المباراه ان هو خلاص انا عايز امشي بس من بدري يا كابتن. يعني انا النهارده جالي جون انطوي ب 2 مليون و300 ب 2 مليون يا عم دولار ابيع وعندي وقت عندي 15 يوم قبل ما القيد يقفل الحق اجيب واحد تاني يعني اشتغل على الوقت. مشكلتنا ان احنا نقول ايه يا عم لسه بدري ده لسه فاضل 15 يوم هنشوف ايه اللي هيحصل. يا ابني ما انت الوقت بيتاخر وهتقفل دي وهتقفل دي وهيغيب منك. انت عارف جون انطوي لو توقف دلوقتي ست مباريات ولا يبقى راح الدوري. طيب كده في دور ال 32 11 فرقه عدوا دور ال 32 ووصلوا الى دور ال 16. 11 فرقه الزمالك المقاصه حرس الحدود وادي دجله دمنهور بتروجيت الاسماعيلي النصر الاتحاد الاهلي والداخليه. لسه في خمس لقاءات بكره وبعده ان شاء الله. بكره في لقاءين الرجاء مع غزل كفر الدوار والجونه مع النصر للتعدين دي لقاءات بكره. يوم الحد ان شاء الله ثلاث لقاءات المقاولين والمريخ الماتش الثاني السموحه ونادي صيد المحله والماتش الثالث امبي واتحاد الشرطه. هيطلع من الخمس ماتشات دول خمس فرق نحطهم على ال 11 يبقوا يكملوا 16 فرقه في دور ال 16 لبطوله كاس مصر. تاني هقول لكم ال 11 اللي وصلوا الزمالك مصر المقاصه حرس الحدود وادي دجله دمنهور بتروجيت الاسماعيلي النصر الاتحاد الاهلي الداخلي. هنطلع فاصل سريع ونرجع مع الكابتن وليد صلاح الدين والكابتن علاء ميهوب نتكلم شويه بقى في بطوله امم اسيا والماتشات اللي اتلعبت النهارده. نتكلم عن منتخب مصر لكره اليد وانجازه الكبير النهارده وفوزه على الجزائر 34-20 فارق 14 هدف. اعتقد ان بطوله كاس العالم الحاليه جيل مميز لكره اليد المصريه بقياده الكابتن مروان رجب. بعد الفاصل نتكلم في التفاصيل ان شاء الله.